ساهم في حل العديد من المشكلات الاجتماعية والصحية والتعليمية، فضلاً عن تقديمه للعديد من المساعدات المجتمعية خدمي ووطني من الطراز الأول. إنه جمال أبو الفتوح محمد محمد، أمين لجنة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن بالقاهرة، والذي يتقدم بأوراق ترشحه الآن عن الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بنظام الفردي، متخذاً رقم 3 ورمز الأباجورة رمز انتخابي له. فهو الحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1990 ودبلوم الاقتصاد والعلوم البيئية معهد الدراسات البيئية. شغل العديد من الوظائف التي كان من بينها رئيس مجلس إدارة شركة إيفرغرين للتجارة. خاض على المستوى السياسي انتخابات مجلس النواب عام 2015 عن دائرة رود الفرج وشبرا حتى الوصول إلى جولة الإعادة. حصل على المركز الثالث بإجمالي أصوات 26,000 صوت. فنحن أمام رجل سياسي مجتمعي خدمي بابه مفتوح أمام الجميع، يأمل في أن يخدم وطنه وبلده بكل غال ونفيس. فنحن أمام جمال أبو الفتوح.